اهلا بحضراتكم مره تانية. من شويه ليندا طمنتنا وقالت لنا انه حاله الطقس ان شاء الله تستقر في الايام الجايه، فخلينا نعرف بقى الاخبار اللطيفه دي كده بالتفصيل من ليندا. اهلا بيكي يا ليندا مره تانية. اهلا بيكي يا جوانا، شكرا ليكي. الاصداد الجويه بتتوقع استقرار في الاحوال الجويه النهارده، والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والشمال، الوجه البحري ومائل للبروده على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد ومائل للدفء على شمال الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على الانحاء كافه. النهارده هيكون في شبوره كثيفه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحراره، خلونا نروح للدكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، صباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني يا دكتور، ارتفاع درجات الحراره هيستمر لحد امتى؟ هو احنا مستمره معانا اليوم ولمده 72 ساعه ان شاء الله، استقرار في الاحوال الجويه، اجواء شتويه مستقره على كافه الانحاء، زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يمكن اليوم بترتفع عن الأمس بحوالي من درجة لدرجتين، والطقس خلال فترة النهار بيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد دافي على جنوب البلاد، ده خلال فترة النهار، لكن خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية. يمكن في فرق كبير بين درجات الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل بيوصل لأكثر من 10 درجات، عشان كده احنا دايما بنحذر في الفترة دي من عدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. على طب يا دكتور، موجة الطقس البرد اللي هي بالليل متوقع ان هي تنتهي امتى؟ لا، هي مستمرة معانا يعني إلى انتهاء إن شاء الله فصل الشتاء، لأن احنا دايما في الفترة دي الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا بتبقى جاية من على الصحراء، فبتبقى الكتل الهوائية نسب الرطوبة فيها منخفضة، فهنظل خلال ساعات الليل بنتأثر بالأجواء الشديدة البرودة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، فهي مستمرة معانا فترة. خلال فترة النهار الطقس دافي، خلال فترة الليل الطقس شديد البرودة، ودايما دي الفترة اللي احنا دايما مش عارفين نلبس الصبح ايه وبالليل ايه، فيعني هي دي الفترة حرجة. وكمان عندنا بقى شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، هي شبورة مائية ان شاء الله خفيفة مش هتأثر على حركة المرور، لكن نخلي بالنا برضو والقيادة تبقى بهدوء تاني. طيب، هل الأيام اللي جاية هتشهد تغيرات في درجات الحرارة؟ وارد جدا ان شاء الله يمكن مع انتهاء هذا الاسبوع نشهد انخفاض في درجات الحراره عن القيم اللي هنسجلها يوم الثلاث والاربع، ففي انخفاض في درجات الحراره يعني هتوصل للعظمى على القاهره ما بين 18 و 17 درجه مئويه، فوارد جدا يحصل تقلبات جويه، عوده الامطار تاني على سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، فرص لسقوط الامطار، ففي تقلبات جويه هتحصل نهايه الاسبوع، وارد جدا تتكرر تاني الى انتهاء فصل الشتاء باذن الله. طب بالنسبه يا دكتور للشبوره الصباحيه تستمر معنا لحد امتى؟ وهل هتبقى قويه في الايام اللي جايه؟ هي الشبوره المائيه خلال هذه الايام هي شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، عشان احنا بنسب رطوبه منخفضه خلال فتره الليل، هي مستمره معانا غدا، لكن الثلاث والاربع والخميس الجايين ان شاء الله مش هيكون في شبوره مائيه بسبب وجود بعض نشاط للرياح، هنشهد نشاط رياح على بعض المناطق، فمش هيكون موجود شبوره مائيه باذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. يعني مشاهدينا، كانت معنا دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نروح ونستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 20 والصغرى بتسجل 10، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 9، سيوة العظمى 19 والصغرى 8، بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10، دمياط العظمى 18 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10، والسويس العظمى 20 والصغرى بتسجل 11. هنروح العريش العظمى فيها 18 والصغرى 9، طابق العظمى 20 والصغرى 11، سان كاترين العظمى 21 والصغرى 4، شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15، الغردقة العظمى 25 والصغرى 15، الفيوم العظمى 21 والصغرى 9، بني سويف العظمى 21 والصغرى 8، والمنيا العظمى 21 والصغرى بتسجل 7. هنروح لأسيوط العظمى فيها 22 والصغرى 7، سوهاج العظمى 23 والصغرى 9، قنا العظمى 24 والصغرى 10،
الأقصر العظمى 25 والصغرى 10، أسوان العظمى 26 والصغرى 12، الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 6، شلاتين العظمى 26 والصغرى 12، وأخيرا حلايب العظمى 24 والصغرى بسجل 13. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع للجمانة وباسانتا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليندا.